طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. قضية المنافذ الحدودية، مكتب القائد العام ومكتب رئيس الوزراء داخلين بقوة بالمنافذ. وشوف المنافذ، أنا اليوم رحت زرت المخدرات، لو شوف المخدرات يعني واحد يدق على رأسه. هاي المخدرات 16 مليون حبة تكفي لتخدير الشعب العراقي بأكمل. هاي المخدرات البلد راح ينتهي من انتشار المخدرات، وخصوصا استهداف المناطق ذات الأغلبية الشيعية، مثل ما جابوا داعش للمناطق السنية جابوا المخدرات للمناطق الشيعية، طلاب الإعدادية، طلاب الجامعات، المناطق الفقيرة، مدينة الصدر وغيرها، ويطوها ببلاش. سمعنا قلق المساجات كذي طبعا، وهم تغطى عليها بعض الجهات وتحكي باسم هذا الجهة وباسم هذا الفصيل، وروح هاي بالكراتة ستة قريب، وروح افتر وشوف شنو لحاية ومحابس وسبح واقفين بباب المساجات، والمساجات بيها مخدرات وبيها موبقات، وتدري دعم وفلوس جهات متنفذة. ثقته وشنو بس أعرف على مستوى قيادات كبيره بالبلد، عسكريه لو سياسيه؟ لا سياسيه. من اقول لك فلان شخص فلان مسؤول دا يجيب بسياراته، سياراته مظلله، ويجيب من الحدود ويعبر بكميات عاليه ويوزع. نعم، هذا اللي شفناه البروما اعزائي المشاهدين هو تصريح سابق لحاكم الزاملي، وهو كان رئيس اللجنه الأمنية والدفاعية في مجلس النواب. اليوم أكو إحصائية جديدة حول موضوع ارتفاع نسبة المخدرات في العراق، حيث كشفت مفوضية حقوق الإنسان عن ارتفاع تعاطي نسبة المخدرات إلى نحو 46% في مناطق متفرقة في العراق. المفوضية كشفت عن وجود أكثر من 8000 شخص تم توقيفهم بين متعاطي وتاجر، وأكدت بأن العراق تحول من سوق عابرة للمخدرات إلى سوق تجاري لها، وخاصة في المحافظات الجنوبية ومنها البصرة. ارتفاع نسبة المخدرات في العراق من حيث التعاطي ومن حيث التجارة، كما بيّنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، وكان العراق يعني بعد العام 2003 بشكل مباشر ممر لهذه السلعة القاتلة. اليوم أصبح العراق وخاصة في المحافظات الجنوبية والبصرة مع الأسف هذه المادة يتم تداولها وتعاطيها بين الشباب هناك وفي مناطق متفرقة من العراق. كذلك مجلس محافظة البصرة قال بأن بعض الشباب اتجهوا لصناعة المخدرات بسبب وضعهم الاقتصادي المتردي وغلاء المخدرات التي تهرب من خارج العراق. أوضح عضو المجلس نشأة المنصور بأن الكثير من أنواع المخدرات تصنع للاستخدام الشخصي وتباع بأسعار زهيدة بالمقارنة مع المخدرات المهربة، وأكد صعوبة منعها أو فرض رقابة عليها كونها منتشرة بشكل كبير في المحافظة. يعني هذا الموضوع التهرب أنه من الصعوبة منعها أو فرض رقابة عليها، هذا كلام غير صحيح. لو كانت الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية أو الجهات الأمنية المختصة صادقة وعازمة على إنهاء هذه الظاهرة، يعني ما يقول في يوم وليلة راح تنهيها، ولكن لو كانت هناك خطط فعلية توضع على الأرض سوف تنهى هذه الظاهرة، لأنها ظاهرة دخيلة على الشباب العراقي بعد العام 2003. ولكن يعني كما أشار حاكم الزاملي في تصريحه السابق بأن هناك جهات متنفذة هي من تدير هذه التجارة، تجارة المخدرات، لأن تدر عليها أموال طائلة وتستهدف الشباب العراقي لتدميرهم. نعم، يعني التجأ البلد قبل عام 2003 معروف أنه موضوع المخدرات ما نسمع به بس نشوفها بالأفلام. بعد العام 2003 أصبح الأمر
يعني مع الأسف العراق بدأ يدخل هذه المادة إلى إلى إلى, إلى العراق، تدخل عبر منافذ حكومية، وراح نعرض بعد قليل مقطع لإلقاء قبض على إيراني حاول تهريب المخدرات، وتقريبا كل أسبوع يطلع خبر إلقاء القبض أو يعني تنضبط شحنة من الحبوب ومن المخدرات. معنا اتصال يوسف من الناصرية، تفضل يوسف. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حق العباس ما أكذب عليك والله، استخبارات وزارة الداخلية. تسمعني؟ أسمعك صوتك واضح. اكتشفوا إرهابي مدينة الصدر، راح يتجر نفسه. نعم. من التكفيريين، يعني من الإرهابيين، من تنظيم القاعدة. نعم. والله العظيم من اسمه السلاح والتمويل من نيران. نعم. وحق العباس ما تكذب عليك. أنت منتسب يوسف؟ هي اللي أدخلت القاعدة. نعم. أنت منتسب؟ هي أدخلت القاعدة وداعش إلى المدن السنية وشوهت الاعتصامات السنية. نعم. وأنا أعطيها طق الطق والله العظيم. نعم. هي شوهت الاعتصامات السنية. زين. والله. زين يوسف. زين يوسف، بالنسبة للمخدرات اللي منتشرة في المحافظات الجنوبية وفي بغداد. المخدرات طبعاً. نعم. أقول لك المخدرات. نعم. المخدرات طبعا هي من ايران، شو منين تخدرني؟ ايش رايده ايران من عندنا؟ طالبتنا طلابه من عندنا. اقول لك السستان الفارسي يسيطر على عقولنا، يعني الان الظاهر احنا الشيعة ورا السستان الفارسي. نعم. والله العظيم هذا السستان الفارسي هو هذا اللي يسيطر على عقولنا. زين ماشي يوسف، يعني انت اليوم موضوع المخدرات، ايران برايك من تسمح ب يعني ما معقوله انه ما سمعنا ولا مره انه الجانب الايراني قام بالقاء القبض على تجار او على الشحنه من المخدرات، ماذا نسمع من قبل الجانب الايراني؟ زين ايران من تدز هذه المخدرات شنو يعني؟ التاجر براسنا لو تريد تدمر شبابنا، لو شو تريد من عندنا؟ هو هذا المشروع الفارسي يريد العراق دوم يخضع له، مثل ما خذوا الحواج. نعم. خذوا العراق وسوريا واليمن، يعني مستغلين جهل هاي الناس. نعم. والله العظيم احنا الشيعة مسيطرة على عقولنا هذا السستان الفارسي، والله العظيم هو صدر فتاوى بعد مقاتلة الاحتلال، والله العظيم. نعم. وإيران هي ساعدت الأمريكيين باحتلال أفغانستان، ودولة تلعب على جميع الحبال، يعني والله العظيم، وهي دخلت القاعدة وداعش في العراق وشوهت الاعتصامات السنية، وخلت السنة اللي ظهرون هم مجموعة من الدواعش. نعم. ها والله العظيم، وانا يعني اثير يعني طق طق، يعني والله العظيم بالعراقية وبالفصحى، ويعني خلي اسمع لأي واحد. ها والله العظيم. نعم يوسف، شوهت الاعتصامات السنية، دخلت داعش ورفع علامة بيها، ويظهرون هم مجموعة من الدواعش، وشفنا يعني شلون سوى داعش بسبايكر، وانه داعش يطالب بحقوق السنة، وداعش انه انقلاب سني. نعم يوسف من الناصرية كان معنا. طبعا هيئة المنافذ الحدودية العراقية أعلنت عن اعتقال مسافرين إيرانيين بحوزتهم مادة الترياك، ما شاء الله هي مادة خطرة جدا، في منفذ زرباطية الحدودي. الهيئة قالت بأن الإيرانيين كان بحوزتهم 92 غرام من مادة الترياك، إضافة إلى 82 حبة مخدرة تم ضبطها في منفذ زرباط. يعني ما معقولة أنه إحنا كما يعني سألنا الأخ يوسف من الناصرية، يعني ما سمعنا يوم من الأيام أنه الجانب الإيراني عبر منافذ الحدودية البرية أو الجوية قام بضبط شحنة مخدرات مهربة للعراق أو غير العراق. طبعا بالمناسبة يعني موضوع المخدرات من إيران مو بس بالعراق، يعني ما شاء الله هي مصدر للتصدير إلى دول أخرى ليس فقط العراق. فما سمعنا ولا مرة أنه منفذ حدودي أو جوي إيراني قام بإلقاء القبض على أشخاص هربوا مخدرات للعراق أو غير العراق، أو تم ضبط شحنة مخدرات. هذا إذا دل على شيء، دل على أنه الجماعة بالفعل مستهدفين هذا الشباب العراقي، مستهدفين
ذول الناس المساكين هم تجارة وفلوس الدخل لهم، يعني ما معقولة أنت بهذه الكميات أنه يلزمون كل أسبوع كل أسبوعين اثنين ثلاثة أربعة، ومصرين على هذا الأمر، مصرين على نشر المخدرات في المحافظات الجنوبية في بغداد في المحافظات الأخرى، شيء غير معقول. يعني إحنا مش نشوف مقاطع فيديو ونشوف صور، يعني كميات هائلة قاع مفروشة ما شاء الله كلها هيروين وكوكايين والترياك وغيره وغيره وغيره، يعني هاي تحتاج لها فلوس. فالظاهر مشروع كبير لاستهداف الشباب العراقي، لأن بدأ الآن هناك وعي عند الشباب العراقي بأن هذه الدولة يعني لها سبب أساسي ومستمر في تدمير وضع العراق على جميع الأصعدة، كان اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي، على جميع الأصعدة. فيقول لك خلينا ننشر هذه المخدرات حتى الناس تنسى إيران وغير إيران. نعم، معنا اتصال أبو ياسين من بغداد، تفضل أبو ياسين. تحياتي لك، حياك الله، يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك، وحي هذا الشخص هذا اللي يمتلك روح وطنية. أنا أتمنى أكون نص الجنوب كل مثل هذا الشخص. أخي هذه المخدرات نوع من أنواع الفوضى، وهذه المخدرات تساعد الفرس المجوس على تخريب العراق، لأن كل دولة جذورها هي شبابها، لأن بشبابهم يقاتلون، بشبابهم يسيطرون على العدو، وهم قاصدين شباب العراق. ليش خلوا بكر ما يروح يدافع عن وطنه قاعد بالقهوة ويسحب نرجيلة؟ يعني هذه اللي يسمونها دولة إسلامية. أخي إيران من السنة شنو اللي سوتها للعراق إيجابي؟ أشو كله سلبي بسلبي. الشباب انحرفوا، الأراضي باعوها، النساء أرملوهن، واغتيالات مستمرة. هي هاي الدولة الإسلامية؟ والله طلعت ريحتهم عفنة. يعني خاف أكو ناس قبل كانوا يقولون عليهم هاي دولة إسلامية. الله سبحانه وتعالى يعني كشف جيفتهم للعالم اللي كانت يعني شوية خلنا نقول طافية. أخي شنو اللي سووا يعني؟ وكل هذا التخريب، أكو بعض من العراقيين يدافعون لإيران يقولون هذه دولة إسلامية. يعني من 2003 ما أخلوا قيمة للعراق والعراقيين أمام الدول العربية اللي معروف هي العدو للعراق المبين هي إيران. يعني إيران إذا ظلت بعد بالعراق بجد من احتلالها اقرأ السلام على العراق والعراقيين. وأني أوصي الشباب إنه يكون بالهم من هؤلاء المعممين، ترى ناس دجالين، ناس يعني حتى يبيعون ويشترون بالحبوب والهاي الباقي مقدرة. فإحنا نريد العراقيين إن شاء الله يتوحدون ويصيرون إيد وحدة ضد هذا العدو الفارسي. وأني أشكرك أخويا. أني أشكرك أبو ياسين من بغداد كان معنا. رسالة على الواتساب يقول فيها، يقول أبو عمار من السويد، يقول السلام عليكم، يقول المخدرات والحشيش والترياك تأتي من جارة السوق إيران في إلى المناطق الجنوبية، الغرض منها القضاء على الشباب في الجنوب كلها، يقول كلها مباركة بمباركة الأحزاب والمرجعيات. تحياتي لقناة الرافدين. نعم، معنا اتصال أم أزهار من بغداد، تفضلي أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة إلى العراق وإيران، إيران من السقوط من 2003 إلى هذا يومنا 16 سنة وهي داخلة في العراق، والمخدرات وتدمير العراق تدمير كامل. فالحدود هم ما يقدرون يلزمون الحدود، هذول المسؤولين هم اللي يردون هذا الشيء، يخدرون بشبابنا حتى لا ينتقم منهم او يسوي انتفاضه عليهم. فهم هم 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 مبدا هم الأذية في هذا البلد. وأنا أتعجب من يقولون المسؤولين والمعنيين والمتنفذين. من هم المتنفذين؟
يعني خلي فد واحد يكون شويه عنده شطاره وعنده حضاره اكثر يقول اسامي وما يخاف. هم كلهم يخافون، كلهم متنفذين، وكل السياسيين الموجودين هم احزاب متنفذه، هم اجوا لتخريب هذا البلد، هم اجوا لتخريب اقتصاده وتعليمه وصحته وزراعته وكل شيء. هم هذول عصابات اجوا من 2003 الى هسه، تابعتهم امريكا واسرائيل حتى يدمرون هذا العراق، وحتى هسه اجوا على شبابه. لكن احنا نقول هذا الشباب الواعي، اذا شبابنا واعي لا يتخذون هسه يعني في الظاهره كل السيئه موجوده في بغداد. المحافظات البصره بها أسوأ من بغداد، والمحافظات الوسطى بعد أسوأ، اما في بغداد تلقى حتى المطاعم وحتى حتى حتى الملاهي بنات 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 قاعدين يشربون نرجلات ويا اصحابهم ما دي اخوانهم ما دي اهلهم. ما اتوقع انه اهل اخ يبقى اخته قاعده تشرب نرجله قدام العالم وكلها بها مخدرات، يعني فالظاهره سيئه في المطاعم. فلو اكو حكومه مال اوادم، لو اكو حكومه يعنيها هذا البلد، كان تكافح هذول اللي يشربون بالفنادق وبالمطاعم والملاهي. اما هم نفسهم يخدرون، هم نفسهم اللي قاعدين، هذا اللي يوميا يلقي خطاب بالجامع يوم الجمعه ويقول الاسلام والاسلام. بري منكم الاسلام، مو انتم كلكم تشربوا مخدرات، انتم كلكم قتل، انتم كلكم من يعني دعمتوا هذا الشعب الى هالحظيظ هذا. وان شاء الله يا رب العالمين، ان شاء الله الله يسلط عليهم قوه اللي تخليهم مثل ما دمروا هذا البلد ودمروا هذا الشباب تسميهم فني. وان شاء الله يوم القيامه هم يخافون يقولون اكو يوم القيامه يعرفون الله ويعرفون الدين والاسلام مكانهم اتجهوا الى هذه الاشياء. وانا اتمنى من كل واحد يقول المتنفذين، يقول من هم المتنفذين؟ هم من هم المتنفذين؟ غير هذه العامري ونور المالكي والحكيم وكل هالشوكولات اللي اجت لنا من ايران. اما فد شيء يعني مخيف جدا لهذا المالكي انه هو جاسوس لايران جزء ولامريكا جزء ثاني، ويشتغل بالمخابرات وعنده عده يعني فيديوهات له هو يشتغل وياهم وعميل لهم. وانا اشكرك ام ازهار من بغداد كانت معنا. علي برزنتشي يقول في رساله على الواتساب، يقول المخدرات سلاح للعراقيين لقتل العراقيين، حالها كحال الأسلحة الباقية. يقول والمصيبة بأنهم يقتلون الشيعة بالمخدرات لأنهم لا يستطيعون قتلهم بالسلاح. يقول الزبدة بأن إيران تقتل الشيعة والسنة لأنها حاقدة علينا من أيام حرب إيران مع العراق. وأضاف بأنه يهنئ الشعب العراقي شيعة وسنة وجميع الطوائف بتوقيع الميثاق الوطني العراقي. هذا الميثاق سيوحد العراقيين وسيلغي العملية السياسية البائسة وسيعطي الحرية والكرامة لكل عراقي بلا استثناء، والله الموفق. إذن أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت.
أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. خلونا نشوف مقطع لإلقاء القبض على أحد الإيرانيين وهو يحاول تهريب المخدرات بطريقة راح نشوفها من خلال مقطع الفيديو. يا هذا سروال شكل زواج حسوات ما نفتش الطيارة. حجي العراق مطلوبكم عمي. عبر لي ورا العراق مطلوبكم. وين انت بالاهواز؟ وين بيتكم؟ انا نابيت العبادة. عبادان؟ الله لا يوفقكم ان شاء الله. الله لا يستر عليكم على هالطرقة. بعدنا ما نفتشنا كامل بس قضينا هاي المادة. موجود عند علاوي. علاوي. لا لا تلبس الباس. احنا نريدك ليش بدون الباس؟ بدون الباس شنو الباس؟ شريف انت تلبس الباس؟ انت شريف؟ نعم، تهريب مخدرات عن طريق وضعها في الملابس الداخلية. جماعة حارة وش يسوون الطرق حتى يدخلون المخدرات للعراق. طبعا هي بها وارد مادي كبير وكذلك بها تدمير للشعب العراقي. معنا اتصال ابو ايسر من تركيا. تفضل ابو ايسر. الله يسعدك استاذ عمر. حياك الله يا اهلا بيك. انا بس اطالب اخواننا من الجنوب، يعني الى متى هم يلهثون وراء المرجعيات؟ هاي المرجعيات كلها تابعه لايران، يعني جاية في سبيل تمول النظام الإيراني من تلك المخدرات، حتى في سبيل أنه على أساس ما يأثر الحصار عليهم في سبيل قتل شعبهم. نعم. ومبارك لهم أخواننا الشيعة في الجنوب أنه شعبهم يتقتل والنظام الإيراني يسرح ويمرح بالعراق. مبارك؟ لا، هذا ما نقول مبارك. لا، مبارك لهم لأن هم قابلين على هذا الوضع. لا لا، مو كلها قابلة. أبو أيسر، الناس تطلع مظاهرات، يعرفون هم الناس تطلع مظاهرات والناس قتلت والناس اعتقال اشتغلتهم الميليشيات. نعم، يعرفون الأحزاب. احنا هم نخاف عليهم، هم يعرفون الأحزاب. نعم، يعرفون الأحزاب كلها، هي اللي تهرب هاي المخدرات. نعم، للمناطق الجنوبية. يعني برأيك أبو أيسر، برأيك ارتفاع وتيرة تصدير المخدرات من إيران إلى العراق خاصة بالفترة الأخيرة، والنوب هناك يعني مع الأسف العراق صار بلد همي يأخذ من إيران ويصدر الغير دول. برأيك هذا ارتفاع وتيرة المخدرات في العراق من قبل إيران، تصديرها من قبل إيران، أنت شو تفسره؟ أفسره هو تدمير. نعم. الشباب العراقي خاصة والشعب العربي. إيه تفسيره؟ يعني هو شنو معروف؟ هو اللي قتل هذا الشعب. زين. نعم. هم من اجوا للتدمير، ما اجوا للبناء. نعم. ويعرفون انه مراجعهم موافقة على هاي القضايا، والا مراجعهم لو تريد تحميهم كان قدرت تعطي فتاوي، تقدر يعني كل شيء تسوي. هم خدمات ما ينطون بها فتوى على بقت المخدرات. مخدرات هاي جايبيها لقتل الشعب العراقي كله. نعم. من سنة إلى شيعة، وكلهم موافقين على هاي الرذيلة مع الأسف. يعني أقول على الشعب العراقي ومن أخواننا الشيعة أنه يقومون الدنيا وما يقعدوها. ليش يقاومون هؤلاء الأرذال وما يخلون إيراني موجود بالعراق؟ يضربون السفارات الإيرانية، يعني شيء يدون يقدر يعملون، بس هم ساكتين ويعرفون هذول الإيرانيين دي يدمروهم ويقتلون أولادهم. نعم. وأني أشكرك. أنا أشكرك أبو أيسر من تركيا. كان معنا اتصال أبو عبد الله من لندن. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية لك ولقناة الرافدين وسادة المشاهدين. حياك الله يا أهل بيك. الله يحييك أخي عمر. طبعا أنتم تنقلون صورة وصوت هادي العامري، يعني تصريحاته في مثلا يقول يجب أن يبنى تمثال لقاسم سليماني. يقول يعني الذي يعني حرر العراق من الإرهاب، والآن الأخ اللي من الناصرية قال يعني أدلة أن هناك إيرانيين يدعمون الإرهاب، وحتى يعني الجنرال جورج كيسي قال العبوات الناسفة مصدرها التي تنفجر في بغداد يعني فيها بصمات إيرانية. أخي عمر، طبعا الإيرانيين أنا شخصيا انسجنت عندهم حوالي من أكثر من 20 سنة، والله أقسم بالله قالوا لي واحد من الإطلاعات ضابط الإطلاعات قال أريد أشرب دمك، قلت ليش يعني شفت الحقد، قال لي أنت عراقي. فالآن يا أخي الكريم عمر، يعني الإيرانيين يعني الصفويين عملوا هذا الفتنة الطائفية، يعني مثل قيس الخزعلي يقول هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد يحرضون على الفتنة على القتل، ويأتي يعني هذه العملية يدافع بقوة عن إيران. ما أدري الجمهور يعني الإخوة في الشيعة، إخوة الشيعة في الجنوب، في كيف يعني يعني الجمهور القاعدة الجماهيرية كيف ساكتين على هؤلاء؟ يعني خيرات العراق كلها تذهب إلى إيران، مليارات العراق يعني سرقت كلها إلى إيران، ومن هذا المنطلق فإيش سووا؟ يعني يعطوهم المخدرات حتى يخدروا شبابهم، ويعني وفي نفس الوقت عملوا فتنة طائفية ضد المدن السنية، حتى يعني هم عندهم برنامج يعني يقولوا هذا بغداد القاعدة الخلفية لطهران، يعني هم يعني يعتقدون العراق ملك لهم. لكن العتب ويعني حتى يعني المقتدى صدر التيار الصدري الذي يدعي أنه تيار عربي، أنا أتذكر إحدى تصريحاته مقتدى صدر شخصيا قال إذا هاجم الأمريكان الإيرانيين سوف ندافع عن إيران ونضرب الجيش الأمريكي في العراق. فالآن الإيرانيين دمروا العراق، فإنه ما أدري هؤلاء القاعدة الجماهيرية كيف ساكتين على هؤلاء، شيء غريب يعني. نعم أبو عبد الله، يعني أنت تشوف الهدف أنه تدميري أبو عبد الله؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو عبد الله من لندن. طبعا يقول رسالة، يقول ماذا سيجلب الأمريكان والتحالف وأذنابهم من الإيرانيين والميليشيات سوى المخدرات والقتل والإجرام وانتهاك الأعراض أبو قاسم من فلسطين. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم، نرجو من قناة الرافدين صوت المظلومين نقل معاناة الخريجين في ذي قار مرت 7 أشهر كما يقول على تقديم التعيين ولم يعطونا مباشرة لسد الشواغر، هنالك مؤامرة يقول تقودها الأحزاب الفاسدة والعملية والعميلة كما اسمها لتدمير التعليم بالعراق. التعيينات صحيحة، يقول جاءت 6 لجان تحقيقية للتدقيق في تعيينات ذي قار، لا يوجد أي خرق وتعليمات التعيينات صحيحة، والحكومة ترفض إعطائنا مباشرة للدوام، نرجو من حضراتكم نقل معاناتنا. رسالة أخرى يقول فيها، أنا في رأيي العراق لا يكون في عافية إلى أن حتى يسود القانون بعيد كل البعد عن الدين والقبلية، الدين لله والوطن للجميع تحت سيادة القانون. نعم، معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إلى قناتكم الشريفة وفي العراق الشريف. أهلا وسهلا بك. أستاذ، 40% من تجارة المخدرات في العراق هم يقومون بها رجال مسؤولين من الدولة. عندنا حوالي 8000 تاجر مخدرات موجودين في السجون العراقية، شنو الحل؟ شنو الإجراء اللي سووه للعصابات اللي تقوم بعملية تجارة المخدرات في العراق؟ إذا تريد تهدم بلد، هدم الأسرة عن طريق المخدرات. الشاب أصبح مكرشل، وخاصة مادة الكريستال، هاي المادة إذا أصبحت في جسم الإنسان تؤدي إلى تحطيم خلايا الدماغ وليس له علاج. زين، أصبح العراق هو يأخذ المواد الأولية مثل شرق آسيا وإيران وحتى من الكويت، والجمهور يكون معذلية تصنيعها شخصيا في مناطق العراق.
أصبح العراق هو منفذ لدخول المخدرات، مو بس لدخول المخدرات في المادة الأولية، أصبح هو الأساسي لتوزيع المخدرات بالوطن العربي أو النقلة إلى دول أوروبا الشرقية. نعم. البطالة اللي عليها الشاب يقول لك إنه أنا ما عندي فلوس، خلي أروح أتاجر بالمخدرات لعل أنه أنا أحظى بالمبالغ كثيرة. وبالفعل يعني في منطقة كربلاء وصلت الحظايا الوحدة إلى 10,000 دينار، زين، انتشرت في المدارس المتوسطة والابتدائية والإعدادية وحتى بالكليات. أستاذ عندنا مادة المورفين والهيروين اللي يدمن عليها تؤدي إلى يعني يقوم الإنسان بجرائم ما يوعى بها. لهذا نشوف أكثر الجرائم العراق بالعراق اللي تصير هي هم مدمنين. بعدين أستاذ 60% من الجراثيم تتعاطى مع المخدرات. إحنا عندنا ناقصنا وعي من قبل إذاعتكم بالنسبة للمخدرات وبالنسبة للمساجد وبالنسبة للحسينيات وبالنسبة للقنوات الشريفة. إنه لازم يكون هناك وعي للشاب العراقي والأسر العراقية إنه منع المخدرات. عندنا مرض الإيدز اللي قلة مناعة في الجسم، هذا نتيجة المخدرات. فما عندنا مراكز لل يعني علاجية لهذه الأمراض. عندنا المناطق مفتوحة خاصة الحدودية بالنسبة للجهة الشرقية من العراق، البصرة والديالة والسليمانية، هاي كلها مناطق يقوم بعملية استيراد. أو بعدين ماكو إسناد من قبل الدولة لقوات الحرس الحدود. لو يكون عندهم إسناد ليش يقومون بعملية الحشد؟ أنا أعتبر على الحشد هو وطني، ليش يقوم بعملية اعتقال الشباب السنة في المناطق السنية وبحثرت أمورهم؟ ليش ما يقومون بعملية إلقاء القبض على الشباب واللي تعاطوا والتجار اللي تعاطوا بالمخدرات خاصة في منطقة البتاوين؟ هي منطقة فاسدة، منطقة كل تجار المخدرات والمجرمين هي في منطقة البتاوين. وتوزيع مركز التوزيع للمخدرات في الجهة الشرقية، العفو، في الجهة رصافة من بغداد. يعني ما توفد يعني قوة رادعة لهم. كان سابقا اللي يقوم بعملية ترويج المخدرات في النظام السابق كان يعدم حتى إذا ما كان هو مسؤول عنه، كان يعدم لأنه تعتبر هذا في حد رابع لكل المتعاطين المخدرات. بس إذا إحنا المسؤولين مالتنا هم يعني المصالحين لهذول. بعدين زراعة الخشخاش إنه أبيح زراعتها في العراق وخاصة منطقة السماوة، يعني هذا شو راح يصير البلد؟ راح يصير البلد العراق حتى الأرض تخدرت يا ناس. إحنا راح نبقى على هذا الوضع السيء، يعني أبنائنا بتروح إذا ما تقتل أو ما تسجن بتدمر دماغيا بفعل المخدرات. لازم ننقذ أبنائنا، لازم ننقذ طلابنا، لازم أكو وعي كامل بالنسبة للشعب العراقي على كافة الأصعدة الثقافية والصحية والدولة خاصة العسكرية لأن إذا كقوة. نعم. إذا هي تريد تحمي. نعم. العراق. عبد الله أنا أشكركم. عبد الله من بغداد كانت معنا اتصال. أبو راشد من عمان، تفضل أبو راشد. تحية لك أخ عمر والمشاهدين المحترمين. بعد الاحتلال الأمريكي كان في تشيف العملية السياسية في العراق، ولكن احتمال التعليم إلى سؤالك اليوم موضوع الحلقة إلى التعليم وتصد المخدرات. نعم. المخدرات والتعليم هو بعد 2003 حصلت إن لا تدمير الشعب العراقي إلى الحقيقة، ولكن الجيل هذا 13 الشباب اللي ما هو أقل من 4 سنوات أو 5 سنوات عمره الآن في 20 فهو مدمن إلى المخدرات وساقط من الأمية والتعليم. وكانت الثقافة العراقية قبل 2003 إن كلهم خريجين مهندسين ودكاترة علماء كلهم في أيام العهد النظام السابق اللي هو القيادة العراقية الأساسية. أما بالنسبة للأحزاب المتطفلة على الشعب العراقي وتدمير الشعب العراقي كان مدروس من قبل الصهاينة والأمريكان والفرس النجوس. يعطيك ألف عافية وشكرا. شكرا أبو راشد من عمان كان معنا. رسالة يقول فيها السلام عليكم، يقول والله العظيم
ليدمر العراق. يقول هؤلاء الذيول للدول المجاورة منهم العبيد والذيول جماعة العامري وحزب الدعوة والأحساب والأحزاب الفاسدة والعميلة لإيران، يقول اللهم انتقم منهم شر انتقام. اليوم هم تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قالت فيه بأن احتمالات المستقبل للشباب العراقي قاتمة وتزداد قتامة في ظل ارتفاع نسب البطالة بينهم إلى 40%. التقرير جاء به بأن ما يقارب من 40% من العراقيين هم الآن دون سن 14، بينما يزداد التعداد السكاني للبلاد بمقدار 1,000,000 نسمة سنويا، في حين تغيب البرامج الحكومية لملاحقة هذا النمو ووضع الخطط التنموية التي تضمن مستقبلا أفضل للسكان. لفتت الصحيفة إلى أن الحكومة في العراق تعتمد على إنتاج النفط بنسبة 99% من إيراداتها، وهو أمر يحمل مخاطر مستقبلية بالغة. معتمدين الجماعة على النفط، وطبعا الفلوس كلها إلهم، لا زراعة ولا صناعة بالبلد، والشباب عطال بطال قاعد بالبيوت وبالقهاوي. أكثر من 40%، أكو إحصائية تشير إلى 50%. يعني هذا تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية يصف إلى أنه نسبة البطالة وصلت إلى 40%، وبأن الصورة قاتمة لمستقبل الشباب العراقي. طبعا مع ارتفاع معدل النمو في البلد، يعني اليوم كذلك أكو تقرير يتحدث عن المركز المركز الإحصاء، جهاز المركز الإحصاء يقول بأن أعداد نفوس العراق خلال العام الحالي بلغت أكثر من 39 مليون. الجهاز أوضح بأن سكان العراق سيبلغ عددهم في بقاء معدلات الولادة بنفس الوتيرة سيصل إلى 45 مليون في عام 2025، وأكثر من 51 مليون في عام 2030، وأشار إلى أن العراقيين يشكلون ما نسبته 0.5 من مجموع سكان العالم. يعني مع ارتفاع أعداد نفوس العراقيين وفي ظل هذه البطالة وفي ظل هذا الاستهداف للشباب العراقي من خلال تدميره بالمخدرات، فبالفعل يعني إذا بقى الحال على ما هو عليه لا سمح الله فالصورة قاتمة بالنسبة للشباب العراقي. معنا اتصال أحمد من بغداد. ألو، مرحبا. يا هلا بيك، أهلا وسهلا بيك. شلونك أخوي العزيز؟ حياك الله، يا هلا بيك، تفضل. بس نصيل التلفزيون الله يخليك، نصيل التلفزيون للأخير. تسمعني؟ انقطع الاتصال مع أحمد من بغداد. نعم، يقول السلام عليكم أخ عمر وعلى كل كادر قناة الرافدين. يقول أخي، كل دول العالم عندما يمسكون بمهربين المخدرات يتم إعدامهم في تلك الدولة، وهكذا هو معمول في دولة الإمارات ومطار دبي ليس ببعيد عنا، لكن نحن في العراق ولاء الميليشيات القذرة كما أسماها والأحزاب الفاسدة وسياساتهم الأنذالهم أتباع وذيول أوفياء لإيران التي هدفها تدمير العراق بشتى الطرق من مخدرات وتدمير الصناعة والزراعة وكل خيرات البلد ليكون العراق أسوأ بلد في العالم، وهذا ما يعملون عليه هؤلاء القتلة ليرضوا أسيادهم المجوس كما قال. تحياتي لكم، أبو شهد من بغداد. إذن أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة حول موضوع ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات وكذلك تصديرها من قبل إيران إلى العراق واستهداف الشباب العراقي. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو عمر من السليمانيه، تفضل ابو عمر. أبو السلام عمر. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عمر، انا قبل 4 أشهر اعطيتكم معلومه حول مقطع يعني نجمه واحد ابو عمامه بهرب مخدرات.
نعم. قبل أربعة أشهر خمسة. فقبل شهر طلعوا مقطع بقناة صفا أبو عمامة لازمين بهرب مخدرات، هو أبو عمامة هم يعني. نعم. كان هذول هم يتأثرون بها وهم يشربوها. نعم. هذول طلع عندنا هذا اليعقوبي على أساس أنت فدوى قال المخدرات حرام. ما أدري هذا وين كان هذا؟ هذا كان بعصر الغيبة، هسه طلع من جديد عصر رجعة صار دي حرم المخدرات. زين أنت من دي حرم المخدرات ده تقطع رزق إيران. إيران هي كدولة دي تأثر بيها. كيف أنت من عدم بيهم دي تقطع رزقهم؟ شوف شوف العقلية وين وصلت بيهم. يعني الاستخفاف بعقول الناس إلى أي درجة وصلت بيهم؟ تيجي يستخفون بعقول الناس بحيث يحرم يحفظ على عمره 15-16 سنة دي حرم المخدرات. زين انت وين كنت يا با؟ ها؟ تتحرم الملاهي والبارات، ما هي الاحزاب الشيعيه تقوم ببناء حمايه البارات والملاهي وبيوت الدعاره، زين انت عليها صرت تحرمها؟ انت وين 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 نايمين انتوا؟ لو تريدون تخدعون العالم تضحكون على عقولهم وعلى تستخفون الى درجه، مو عندك مقطع النائب فايق الشيخ علي هو استاذ ابن رشد يقول أجلكم الله حتى القوادون وصلت إلى مرحلة هو باعترافه يقول ليش؟ نعم. وأنتوا حتى أجلكم الله صارت الدعارة باسم الدين والسرقة باسم الدين المخدرات باسم الدين كل شيء كل شيء كل شيء رب العالمين هذه الكبائر السبعة اللي حرمها أنت ومو عليها باسم الدين ويقولون هاي يسميها قصر الخزعلي دولة العدل الإلهي؟ هي هاي دولة العدل الإلهية، هي دولة الدجال المنتظر عجل الله فرجه، هو العدل الإلهية من هو عدهم؟ هو الدجال المنتظر، هذا اللي ينتظروه، بيقومون كل الأفعال، زين أنتم من تقومون بهذه الأفعال، زين هذا صاحبكم اللي تنتظرون يطلع دولة العدل الإلهية. نعم. ألو. أسمعك أبو عمر. من ينتظر صاحبنا اللي ينتظروه. زين هذا صاحبكم اللي تنتظروا غير بتطلع يقالكم واحد شريف يقودهم، زين اذا انتم ما عندكم ولا واحد شريف، انتم هاي الاحزاب الشيعيه وهاي العصابات اللي تحكم وهاي المنازل اللي تقوم بهذه الافعال وتتارز وشريكه وياهم، زين غير من يطلع هذا صاحبكم يقالكم واحد شريف، اذا انتم ما عندكم ولا واحد شريف فصاحبكم هو اوسخ وانسخ منكم، زين يا استاذ عمر هذول 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 يا ستار يا ربي هذا هو الحكم الشيعي اللي كنت تنتظروه اللي عاد كنت بالبصره كنت انا ماكو ولي الا علي وغير قائد جعفري هذا هو علي السيستاني وعلي خامني وهذا هو القائد القاده الجعفريه الخير فيهم حشد يسمع جاي زين خلي يعرفوه كل زين الخير فيهم جاي ولا واحد فيهم شريف وانا اشكرك استاذ عمر أنا أشكرك أبو عمر من السليمانية كان معنا اتصال أسماء من الديالة تفضل يا أسماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أخت أسماء ممكن يعني كل المتصل ننطي يعني دقيقتين ثلاثة بالاتصال مو يطولون يعني حتى احنا نبقى ننتظر أنا مدى أفهم على صوتك ممكن تعيني الكلام الله يخليك أسماء نعم شكرا أسماء من ديالة كانت معنا طبعا الصوت غير واضح الرسالة يقول فيها السلام عليكم يا عراقيين يقول ماذا ننتظر من الفرس بعد 8 سنوات حرب وذاقت الويلات من أبطال العرب في الحرب لغاية الآن يخرجون موتاهم يقول مع الأسف عندنا بعض من العراقيين بس يكون يبوس رجل قدم العجمي العفن يقول والله ما طال الميليشيات موجودة وهاي الأحزاب المخدرات تنباع مع الفواكه أبو أحمد تحياتي لكم إذن ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات والإتجار بها وكما شاهدنا مقطع من مقاطع يتم تداولها يوميا على منصات التواصل الاجتماعي لإلقاء القبض على مهربين إيرانيين أو إلقاء القبض على شحنات من المواد المخدرة بكافة أنواعها والمصدر من إيران ولا نسمع كما أشرنا أنه في يوم من الأيام تم إلقاء القبض أو ضبط شحنة من قبل الجانب
الإيراني. ارتفاع هذه النسبة، ارتفاع هذه النسبة وتعاطي يعني الشباب مع الأسف في المحافظات الجنوبية وفي محافظة البصرة يشير إلى أنه هناك منهج متعمد وخطط مدروسة لتدمير الشباب العراقي مع الأسف. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم في حلقة جديدة يوم غد إن شاء الله، في أمان الله.